السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا المرة الماضية كيف تروم تلعب ظهر بالتي ار اكس، اليوم نشرح كيف تروم تلعب بايسبس وترايسبس. نفس الفكرة الماضية كانت في قياس طول الحبلين اللي يكونوا من حذاء بعض. اللي بنسويها هالمرة كورك قدامك، قد ما تقدر دخل كورك على صدرك، كورك قدامك انزل قد ما تقدر، تبى تطلع السحبة كلها خلها من البايسبس، جسمك ما يتحرك. موضوع عبارة تكنيك وتركيز مش قوة. زين، فكرة الباي هي فكرة التراي سوري هي عكس البايسبس، فقط في الحركة. أما الكور قد ما تقدر تحاول إيدك أنت مخي على قدام، حاول ترتفع بأنك تمد إيدك بس. هذا الرتبة شيء جدا جميل، لأن إذا يك معناته تمرينك أفضل ما يكون. شرحنا الحين البايسبس والترايسبس، ان شاء الله الفيديو الجاي نشرح فيه الصدر، استعمال دنابل البسيطة او اوزان شو ما كانت، مع تكنيك لعب البشط الضغط، وش الضغط العادي وش الحجم. السلام عليكم.